ايه اتعامل مع اللخبطه في الدايت؟ يعني ايه؟ يعني انا النهارده بالليل رايح معزوم على عيد ميلاد، معزوم على فرح، فهاكل فيه حلويات والحلويات ممنوعه في الدايت وهسبب لي زياده في الوزن. طب اعمل ايه؟ اعمل حاجات كتير. اول هما اليوم اللي انا رايح العزومه ده اكل نص الغداء بتاعي فاقلل سعرات من الغداء. الحاجه الثانيه لو انا بشرب 10 كوبايات ميه كل يوم ازودهم واخليهم 12 كوبايات ميه. الحاجه الثالثه بدل ما اعمل رياضه نص ساعه اعمل رياضه ساعه او ساعه الا ربع. الحاجة الرابعة اليوم ده اشرب شاي اخضر واشرب قرفة. الحاجة الخامسة قبل ما اروح العيد ميلاد او الفرح اخد واحد زبادي او كبشة مكسرات قد 50 جرام عشان اخلي السكر يطلع واحدة واحدة، عشان لما اجي اكل الحلويات السكر ما يطلعش مرة واحدة وبالتالي الانسولين ما يطلعش مرة واحدة ويحصل سمنة. لما اروح الفرح او العيد ميلاد اكل بس اكل قد ورقة الكوتشينة قد نص كف يد من الحلويات واكل الباقي حوادق ساليزون. الحاجات دي مهمة جدا نعملها يوم اللخبطة. من فضلكم شاركوا الفيديو ده عشان الناس تستفاد، وما ننساش نصلي على سيدنا محمد في التعليقات. تحياتي لكم، معاكم الدكتور باسم الهابط استشاري الصحة العامة.